يوم جديد مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للسادس عشر من شهر أغسطس لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الأيام والتي بينت: رئيس الوزراء رعاه الله يغادر إلى الخارج في زيارة خاصة، انخفاض العمالة المخالفة من 57 ألفا إلى 45 ألفا. وإلى صحيفة الوطن والتي نشرت في أولى صفحاتها: ناصر بن حمد شخصية العام القيادية الفخرية في مجال المنح. وإلى عناوين صحيفة أخبار الخليج والتي نقلت: وزير العمل إعلان الشواغر الوظيفية آلية تتيح فرص العمل للمواطنين، بحث ترتيبات الاحتفال بماوية القطاع المصرفي، نظام إلكتروني شامل لتتبع الدواء من المصنع إلى المريض. ومع صحيفة البلاد والتي استهلت: الأطباء تؤيد الإجراءات الخاصة بالتجمعات الدينية. إلى أخبار صحيفة البلاد، حيث نشرت أنه تم تكريم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بجائزة شخصية العام القيادية الفخرية في مجال المنح من المركز الأممي لخدمات المانحين، وذلك لجهود سموه البارزة لخدمة المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين. هذا ولفت الصحيفة البلاد أن رئيس الاتحاد العربي للتطوع رئيس جمعية الكلمة الطيبة حسن بوهزاع أكد أن جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي مستمرة في نسختها العاشرة، وستقوم بالتركيز على الكوادر الوطنية في الصفوف الأمامية في ظل أزمة فيروس كورونا. إلى ذلك أشاد عدد من الاستشاريين والأطباء بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي أقرها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بشأن إحياء موسم عاشوراء، مشددين على أهمية تقيد الجميع بتوصيات الفريق الوطني الطبي بخصوص التجمعات. هذا وكتب الكاتب أسامة الماجد مقالا في صحيفة البلاد والذي جاء بعنوان رؤية القيادة والتزام رؤساء المآتم بالتعليمات، فإلى أبرز سطور هذا المقال. جاءت نتائج الاجتماع الذي عقده الفريق طبيب معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا مع مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية في إطار بحث الإجراءات الاحترازية اللازمة لإحياء موسم عاشوراء، معبرة عن تكامل العمل في تحمل المسؤولية من أجل صحة وسلامة الجميع. إن رؤية القيادة والتزام رؤساء المآتم بالتعليمات من المؤكد ستقود العمل الدؤوب إلى النجاح، وستحقق المزيد من الأمن والسلامة والخير لهذا الوطن. المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف وتعاضد الجميع والعمل بمبدأ الشمولية والمصلحة العامة. وبخط قلم سمر الأبيوكي نقرأ مقالا في صحيفة البلاد والذي أتى بعنوان هي حياتك، فإلى المقال. باتت لدي قناعات مؤكدة حول التجربة البسيطة في الحياة، وأعتقد أن ما مررنا به هذا العام جعلني على يقين تام بأن الحياة يجب أن تعاش كما هي، يوما بيوم نستمتع بيومها الجميل، نتعايش مع يومها السيء، نسعى نحو الأفضل. الفكرة التي أود إيصالها لقارئ عمودي هي ببساطة تكمن في الرضا والتوكل على الله والسعي، لكن مجددا دون عناء وضغط نفسي وعصبي، فأنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.
نشر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على حساب سموه الشخصي بتطبيق الإنستغرام صوراً لأنجال سموه الشيخة شيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة والشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة مع الطفل محمد علي مكي الذي فقد البصر. هذا وكتب يوسف بوزيد مقالا في صحيفة الوطن فإلى هذا المقال: يجب أن نرفع أكف الدعاء إلى الله تعالى على ما أنعم به علينا من حكومة جميع شخوصها من جلالة الملك المفدى إلى آخر مسؤول في سلم إدارتها، حكومة جندت كل إمكاناتها الفكرية والعلمية والمالية والمواطنين والمخلصين للمحافظة ورعاية كل فرد من أبناء الوطن بمواجهة جائحة كورونا كوفيد-19 لئلا يتسلل من أي ثغرة ليصيب أحدنا بمقتل سواء مواطن أو مقيم على أرضها. نتحول إلى أخبار صحيفة الأيام حيث نشرت أنه تحت رعاية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط تم التوقيع على اتفاقية للعمل المشترك بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وجامعة الخليج العربي في مجال إعداد الدراسات البحثية حول تأثير تغير المناخ على الموارد المائية في مملكة البحرين وبناء القدرات الوطنية والمساهمة في بناء المنصة الوطنية. إلى ذلك أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن الأشهر الخمسة الماضية شهدت انخفاضاً في أعداد العمالة المخالفة، كاشفاً أن أعداد العمالة المخالفة انخفضت من 57,000 إلى 45,000 عامل مخالف حتى الأسبوع الماضي. قالت مصادر لصحيفة الأيام إن إجراءات احترازية جديدة بدأت الصيدليات الحكومية باتباعها في سياق تشديد الرقابة على الأدوية المخدرة، تتضمن رقابة صارمة على صرف وتسجيل تلك الأدوية وحفظها في خزانة متصلة بجهاز إنذار. وبقلم الكاتب أحمد زمان نقرأ مقالا في صحيفة الأيام والذي جاء بعنوان الحملة المسعورة لقطر ضد السعودية، فإلى المقال: الحملة المسعورة لدولة قطر والتي تقودها قناة الجزيرة الفاشلة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وقادتها الكرام لم تأتي من فراغ، لما كان هدفها وما يزال تشويه صورة ناصعة للمملكة العربية السعودية وتلويث أدوارها المشرفة في خدمة العرب والإسلام والمسلمين. هذه الحملة المسعورة لم تكن وليدة اليوم، وإنما لسنوات خلت عندما أعلن عن قيام مجلس التعاون الخليجي، ولم ترضى الدوحة أن تكون الرياض هي الأخ الأكبر في أسرة دول الخليج العربية، وفي الوقت نفسه دأبت قطر على تقديم كل أنواع الدعم للكيانات والمنظمات الإرهابية التي تنشر التطرف وتثير الفتن في المنطقة. ننتقل إلى صحيفة أخبار الخليج حيث نشرت أن وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع وبحضور الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة اجتمع مع رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، وذلك لبحث آخر الاستعدادات والمقترحات الخاصة بالاحتفال بمئوية القطاع المصرفي التي ستقام برعاية كريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
هذا ولفت الصحيفة أخبار الخليج أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أكد على البدء في تنفيذ قرار الأولوية لتوظيف البحرينيين وعدم إصدار تراخيص عمل من الخارج قبل إعلان الشواغر للمواطنين، وذلك للمساهمة في توفير مزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين. إلى ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن تطبيق نظام إلكتروني شامل لتتبع توريد الدواء من إنتاجه في المصنع وحتى وصوله للمريض. وبقلم الدكتور سهير المهندي نقرأ مقالا في صحيفة أخبار الخليج والذي جاء بعنوان دور رجال الأمن أسس أخلاقية ومبادئ إنسانية، فإلى المقال. رجال الأمن العام في مملكة البحرين من مختلف المستويات والإدارات رجال يشهد لهم بالكفاءة والتميز في العمل الإداري والأمني، تم اختيارهم بإتقان فكري وبخبرة عملية وإدارية متميزة. الكوادر البشرية الأمنية في مملكة البحرين كوادر تعمل في ظل الظروف الصعبة والقاسية والتي تلزمها في اتباع التعليمات والقرارات الإدارية الأمنية وتنفيذ القوانين والتشريعات التي تحافظ على أمن واستقرار البلاد من التقلبات الأمنية والأزمات الاجتماعية وغيرها. وفي خبر ظريف من الصفحة الأخيرة لصحيفة أخبار الخليج، حيث ترك عريس حفل زفافه وهو يعمل في تركيب الدش عندما تلقى مكالمة من عميل تركيب الدش ولم يجد أي سبب لرفض طلب العميل، وقرر العريس سريعا أن يترك الحفل ذاهبا للعميل. وإلى فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.